وقد أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيانا حول تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 في العالم ووصوله مؤخرا إلى مملكة البحرين، مثمنا عاليا في هذا الصدد الجهود الحكومية الكبيرة في مواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره. ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الطبية اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية حفظا للنفس والآخرين ومراعاة للمصلحة العامة. ويشدد المجلس على ضرورة الامتناع عن السفر إلى الدول المتفشي فيها هذا الفيروس، ويؤكد أهمية التحلي بالمسؤولية اللازمة لدى كل من تظهر عليه أعراض المرض أو يأتي إلى البلاد من إحدى الدول الموبوءة بأن يبادر بإخبار الجهات المعنية ويتعاون معها حماية لنفسه وأهله ومواطنيه. كما يدعو المجلس إلى الأخذ بالإجراءات الوقائية اللازمة في المحافل العامة في ضوء توجيهات الجهات الطبية المختصة، وخصوصا في صلوات الجمعة والجماعة وفي الاحتفالات الدينية والاجتماعية، سائلا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.